أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في موسم جديد من عالم من المساجد. هذه المرة نبدأ في منتصف شهر رمضان. هدفنا الأساسي تقديم فكرة مختلفة عن المواسم السابقة ومرتبطة بتقديم أحد المسابقات العالمية لعمارة أحد المساجد، وهو مسجد الشيخ عبد اللطيف الفوزان في مدينة الخبر. الفكرة مرتبطة في هذا الموسم بتقديم مجموعة أفكار لنفس الموقع، وكيف يمكن أن يقدم مسجد المستقبل مجموعة مختلفة ومتنوعة من الحلول. الأساس الفلسفي الذي تقوم عليه عمارة المسجد مبنية على فكرة الثابت والمتحول، وفكرة الثابت ترتبط ارتباط وثيق بالوظيفة، ووظيفة المسجد لا تتغير أينما انتقلنا، بينما المتحول هو الاتجاه، وتغير الاتجاه غالبا يعني يصنع عمارة متنوعة. هذه المرة الاتجاه والوظيفة في نفس المكان، فماذا عسى أن يعني يخرج به المصممون والمعماريون في هذه المسابقة التي تمت قبل عدة أشهر من يعني برنامجنا هذا. المقترح الأول الذي نقدمه في يعني الحلقة الأولى من عمارة المساجد هو مقترح تقدم به مكتب بياتي في أبوظبي. دكتور مثنى بياتي رجل حقيقة يعني متمكن، وهو أستاذ أساسا في العمارة، كان أستاذ في جامعة بغداد، ويعني يعمل في أبوظبي منذ أكثر من عقدين أو أكثر حقيقة من الزمن، وله عدة محاولات، ويعني قام بتصميم العديد من المساجد الموجودة يعني حاليا في أبوظبي. أعتقد أن أحدها كان مسجد الشيخ خليفة بن زايد في العين، ويعني مساجد أخرى في إمارات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. الفكرة التي يعني قدمها مكتب بياتي ترتكز ارتكاز وثيق على محاولة خلق الفناء وسطي، وكما هو معروف المساجد تعتمد اعتماد كبير حقيقة على وجود الفناء. لا، وإن كان الفناء في وقتنا المعاصر بدأ يتراجع وبدأ يتنازل عن وجوده للفضاءات الحضرية المحيطة بالمسجد، صارت هناك استعاضة عن الفناء بتطوير مجموعة من الفضاءات المحيطة بالمسجد، بحيث أن المسجد أصبح مرتبط أكثر وبقوة من السابق بالمحيط الحضري، وأصبحت قاعة الصلاة مرتبطة مباشرة بالفضاء. هذه المرة يوجد فناء وسطي يظهر على شكل حلقة دائرية من الأعلى، ويشكل المداخل الأساسية. هو فناء ليس مغلق، هو فناء مفتوح على الفضاء الخارجي، يعني يشكل القناة الرئيسية للدخول، وتبقى الممرات الجانبية كون القبلة ليست يعني باتجاه متعامد مع الفناء، تبقى القبلة حقيقة يعني اتجاه القبلة يشكل أحد التحديات التي واجهها البياتي. التصميم بشكل عام حقيقة يعني يمثل يعني محاولة جادة لخلق كتلة مركزية أيقونية في عمارة المساجد، ومحاولة استيعاب جميع الخدمات التي يمكن أن تفتت هذه الكتلة تحت يعني نظام إنشائي ومظلة واحدة كبرى تمثل يعني الصورة المعمارية التي يريد أن يقدمها المصمم لهذا المسجد الذي سيقع في منطقة مهمة في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية. احنا باعتقادنا اي تصميم اكو نوع من الطاقه الكامنه لهذا التصميم نابعه من طبيعه هذا المشروع، طلباته والكونفليكس اللي بيه وكل الاشياء اللي موجوده. احنا لازم نحطها بالطريقه اللي نعتقد انه احنا نقدر
نظهر هاي الطاقة ونتفاعل معها بطريقة صحيحة. في هذا المسجد بالذات الحقيقة أنه كان طلبات متعددة، أكو كونفليكس بالفورسز اللي موجودة بالموقع، أكو طلبات وظيفية أخرى اللي مكملات المشروع، كل هذه الأشياء إحنا كان كيف نتعامل معها، وخصوصا أنه كان مطلوب أنه هذا المسجد يكون نوع من الالتقاء بين العالم، عالم الكوميونيتي الخارجي وعالم المصلين. فاللي صار أنه عندنا تارجت أنه نسوي نوع من اليونيتي، إنه لأن هذا اليونيتي صار واحدة من الطلبات الرئيسية، شلون نسوي يونيتي بكل العناصر بكل الفورسز بكل الاختلافات، وبنفس الوقت اليونيتي اللي تربط العالمين أو نطبق عالمين، خلينا نقول تربط بين المصلين وتربط بين الكوميونيتي الخارجية. اللي صار إنه إحنا استعملنا عنصر ثالث، هذا العنصر الثالث هو اللي يعطيني هذا اليونيتي، هو اللي يربط بين كل الفورسز، هو اللي يربط بين المسجد وبين الكوميونيتي. هذا العنصر الثالث هو عبارة كان عن بلازا، بس هاي البلازا هي بنفس الوقت هي صحن، يعني الصحن هو البلازا بين انتجريتد، واحد جاد من الدنيا واحد جاد من المصلى، فلما we integrate both of them هي هاي صارت الأساس اللي يلب كل الفورسز ويعطي اليونيتي. وإيش الدائرة؟ لأن الدائرة ما بيها directionality، إذا very high platonic form، وبنفس الوقت هي negative مع القبة، وصار التعبير عنها حتى بالخارج نطينا القوس، والقوس على شكل قبة بحيث من بعيد يبين كأنه قبة. فبالتالي احنا انتهينا بأنه المشروع هو عبارة عن vertical and horizontal element اللي هم يلم كل عناصر المشروع ويعطيها كل اليونيتي. بالvertical direction استعملنا المنائر باللغة القديمة، صار احنا نوع من الدايلوج بين القديم والجديد. بالهوريزونتال إليمنت استعمال فد أبستراكشن كلش عالي للغة المعمارية، بس مبنية على استعمال الجيومتري اللي موجود في الحضارة السعودية اللي هو المثلث والمربع، وطرحناها بطريقة أبستراكت عالية جدا بحيث أنا مربوط باللغة المعمارية الموجودة بس بطريقة جديدة حديثة، مقابلها أنه المنارة كلش قديمة، فهذا الكونفليكت وهذا الديالوج بين القديم والحديث كان واحدة العناصر الرئيسية اللي احنا حاولنا نستعمله. وبالتالي احنا انتهينا بأوبجكت هو حجمه يتناسب مع حجم الكوميونيتي الموجودة، وبنفس الوقت هو البلازا اللي موجودة أو الصحن الموجود هو درجة انفتاحيته وإغلاقيته متشابهة أو متوازنة، بحيث قد ما مفتوح قد ما هو مغلق، وبالتالي هو ينتمي إلى الكوميونيتي الخارجية وينتمي إلى المسجد، هو so powerful بحيث يعني هو صار العنصر الرئيسي اللي ينطيني اليونيتي، وبالتالي حتى الفون ككل انطاني هذه اليونيتي اللي موجودة. يعني يمثل التصميم في واقع الأمر محاولة لاستيعاب العناصر الوظيفية المتعددة التي بدأت تظهر في المساجد المعاصرة، ومحاولة استعادة الجانب الإيقوني البصري المؤثر في الفضاء المحيط وحتى في هوية المدينة البصرية. البياتي حاول أن يضع جميع كما ذكرنا جميع هذه الوظائف الصغيرة التي يمكن أن تفتت الكتلة تحت سقف واحد، وعمل بشكل يعني حرفي على يعني تطوير مسارات الحركة بحيث أن اتجاه القبلة الذي يعني يتعارض مع حركة المشاة داخل الفناء يوضع له حل من خلال الممرات الجانبية والتي تفصل بعض الوظائف المهمة التي تحتاجها قاعة الصلاة عن قاعة الصلاة، وتشكل ممر شبه حضري يربط الفناء بالأجزاء الأخرى في الموقع. هذا ما نستطيع أن نقوله عن هذا التصميم على عجالة، ودون شك أنه يتطلب كثير من التفاصيل عندما ننظر لكثير من التفاصيل المهمة التي قدمها المصمم، لكن بإذن الله تعالى تتاح لنا في المستقبل يعني فرص لتقديم هذه الأفكار، سواء يعني من خلال يعني برنامج مفصل أو من خلال يعني مطبوعة يعني تقدم هذه المحاولات المهمة التي تقدم بها مجموعة من المصممين المهمين لتصميم مسجد الشيخ عبد اللطيف الفوزان في مدينة القبة. ألتقي بكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى، ودمتم على خير.